فين فين؟ لو ان شاء الله ربنا كرم النادي الاهلي باذن الله دون مقاطعه يعني، وعدى مازيمبي في مباراه العوده في القاهره، مين احسن له، الترجي ولا صن داونز؟ الترجي طبعا، يلعب مع الترجي في الفاينل. طبعا الترجي فرقه عاديه جدا يعني، حتى النهارده المدرب بتاعهم مدرب دفاعي يعني بطريقه كبيره، وهم مش برده مش الفرقه اللي تخض، لكن صن داونز انت عندك مشكله معاها نفسيه. دي بتبقى المشكله ان انت لما واحد على طول بيكسبك وكل ما تلعبه بيكسبك بسكور عالي والسكور ثابت، فانت تبقى رايح برده خايف منه. زي مازيمبي النهارده هو خايف من الاهلي عشان اسم الاهلي برده. صن داونز كسبك كتير وخرجك من الدوري الافريقي، فانت برده هتبقى رايح بتلعب الماتش هناك وانت خايف. الماتش الثاني برده على ارضك، النهائي على ارضك، بس برده ما تضمنش الظروف هناك. انت لو خسرت هناك بنتيجه كبيره لا قدر الله، هنا هتبقى التعويض صعب جدا مع فرقه كبيره زي دي. الاهلي السنه دي هياخد افريقيا؟ ان شاء الله. انا متوقع السنه دي، لا هي يعني بيبان من الاول انت ماشي كويس ولا انت ماشي كويس قوي ومفيش هزيمه ونتائجك كويسه، وحتى وانت وحش وانت عندك غيابات وانت عندك اصابات بتقدر تكسب وتعدي، واقف على حيلك. صح. النهارده بقول لك انت بدنيا، احمد عبد القادر بدنيا لسه راجع، رضا سليم لسه راجع، محمود متولي لسه سنه ما بيلعبش، هم متولي لسه راجع. عندك الناس اللي موجوده في عمرو السوليه ما بيلعبش. فانت الناس اللي عندك حتى اللي في الملعب مش اللي راجعين لسه بدنيا مش احسن فورمة حاجه مش فورمه. فانت في ظل الظروف دي ان انت تقدر يعني، انا شايف النهارده ان مارسيل كولر يعني نجح بنسبه 100%، خد اللي هو عايزه المباراه. صح. انا ما استقبلش اهداف في نفس الوقت، عندي غيابات احافظ على الـ على الـ على القوام بتاع اللي موجود عقبال ما الغيابات الثانيه ترجع، واطلع بالنتيجه لبر الامان. صحيح. انت 0-0 مع مازيمبي، في مازيمبي نتيجه كويسه جدا تقدر على ارضك ان شاء الله، بس برده المباراه صعبه هنا. الفريق ده فريق لعيبه كويسه وعلى ملاعب نجيل طبيعي ممكن تلاقي كورتهم احسن من كده، وبانوا قوي اما لعبوا مع بيراميدز ومع بيترو اتلتيكو كمان في انجولا، بانوا قوي ان هم في الملاعب الكويسه عندهم ثقه في نفسهم، عندهم سرعات وعندهم اطوال. صح. فلازم الاهلي برده يبقى حريص دفاعيا، حريص دفاعيا جدا وما يفتحش الدنيا. انت كده كده بتلعب على هدف، خلاص انت 0-0 النادي كويس تلعب على هدف، تقتل الهدف وتقفل، تبدا ما تفتحش خطوطك لانهم عندهم سرعات. فان شاء الله تكون بس الفوز ان شاء الله من نصيب النادي الاهلي ويوصل لنا، لان طبعا يعني النادي الاهلي هو طبعا ونادي الزمالك ربنا يكرمه برده في الكونفدراليه بكره، عشان هم دول طبعا الناس اللي بتفرح مصر. صح. ان شاء الله.